أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الجديد من برنامجكم الأسبوعي في المرمى. تحدثنا طيلة الموسم الكروي عن فئة الأكابر، البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، الرابطة الثانية والمنافسات كأس الجمهورية، كأس الكاف وغيرها من المسابقات. ومع وصول موسم الاستياف الذي انطلق بشكل رسمي، لابد الحديث عن فئة لا نتحدث عنها كثيرا في الإعلام، وهي فئة الشبان والبراعم الشابة في الجزائر. للحديث عن هذا الموضوع سنتحدث عن الأكاديميات والنشاطات الرياضية لدى الفئات الشبانية. أسعد باستضافة حسن بوسوس في البرنامج، مكلف بالإعلام في نادي مولودية الأبيار، مرحبا بك، والمكلف أيضا بالأمور اللوجستيكية والبرمجة وغيرها. بارك الله فيكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة السلام وعلى رأسها مدير القناة السيد مرزوقي على الاستضافة الثانية لهذا البلاطو، في هذا البلاطو إن شاء الله وفي قناة السلام. وكما تعلمون أن فريق نادي مولودية الأبيار هو فريق صغير، نادي تاع كما نقولوا احنا حديث النشأة. حديث النشأة، يعطيك الصحة. في تأسس في سنة 2015 في حي الأبيار، وكما نقولوا هذا النادي هذا عندنا كما نقولوا فئات ناشئة، عندنا فئة 2016 و2015، وعندنا فئة 2010 2014 2013، وعندنا فئة لي بارتيسيبي، عندها كما نقولوا بارتيسيباسيون، تسمى حنا بارتيسيبيو فيها في لي زيفينمون. منو هذه الفرقة اللي ما بعد تطوير، تسمى كما نقولوا جاست ليطاب تاع لينيسياسيون منها التكوين، يعطيك الصحة. هذه تبدا تدخل في المنافسات الرسمية، تدخل في المنافسة في المنافسات الرسمية، وهي فئة 2011 و2012. نعم، لربما لو تحدثت على أن الفريق حديث النشأة وفريق فتي، لو نتحدثوا على فكرة تأسيس فريق مولودية الأبيار، متى كانت الفكرة ومتى كانت الانطلاقة الفعلية، ونتحدث أيضا عن اختيار الاسم والألوان. لربما الاسم يدل على اختيار الألوان الأحمر والأخضر. سي حسن، حقيقة هي فكرة جت من طرف أصدقاء في الحي منذ النشأة، منذ الطفولة طرعنا في الحي، وكما نقولوا كبرنا في كارتي بوبولار. هاد الفكرة هذه جاتنا، كنا في مقهى هكذا تفكرنا، قلنا على لما لا، حنا عندنا كما نقولوا أصدقاء تاعنا كانوا لاعبين سابقين في الأبيار وكذلك في الفرق الأخرى العاصمية، وقلنا لما لا ما نديروش كما نقولوا جمعية رياضية في حومتنا كما نقولوا. جاتنا فكرة، وحنا في الحي تاعنا مدينه الابيار، وكما تعلمون ان في مدينه الابيار معروفه بالمناصرين تاع مولوديه الجزائر، معروفه بحي هذاك صح كما نقولوا هذيك 90% كاع يناصروا مولوديه الجزائر ومن المناصرين الاوفياء تاع مولوديه الجزائر. حنا خطرنا قلنا لي ما لا ما كاش مولوديه الابيار، ما كاش اسم، شفنا كامل كما نقولوا اسامي محصورين، اسامي هذاك الصحه تاع الفرق، قلنا على ما نسموهاش مولوديه الابيار، كما نقولوا علاش ما نشكوش نادي مولودية الأبيار ونختاروا الألوان الخضر الأخضر والأحمر. وجات الفكرة واتفقنا عليها كمجموعة، رغم أنه كاين كما نقولوا في المجموعة تاعنا مناصر كما نقولوا في لاعبين ولا أصدقاء يناصروا فرق أخرى، ولكن احنا شفنا الأغلبية واخترنا هذا الاسم نادي مولودية الأبيار. وكان فالخير عليكم. يعني الحديث سنتحدث ايضا عن تتويجكم ببطوله باري وورد جيم اللي شاركتوا فيها الموسم الماضي، وفي فئه اقل من 13 سنه وتوجتوا باللقب، حقتوا للمباراه النهائيه. لو نتحدث عن هذه البطوله، كيفيه المشاركه فيها؟ هذه البطوله هذه جاتنا فكره، قلنا احنا كنا في الحركه الجمعويه من نقوم بنشاطات، وكنا عندنا كما نقولوا هاد الاصدقاء هادو الاعضاء تاع المكتب عندهم افكار وحبوا يروحوا بعيد المدى كما يقولوا، علاش ما نحاصروش فقط في الميدان في البيار؟ انا نشوفوا جمعيات
ينحط الفقد في التدريبات وفهمت وداخل المنافسات الداخليه. المنافسه الداخليه يعطيك الصحه. حنا قلنا الفكره احنا ما نروحوش بعيد، احنا ما نديروش نشاطات واحد اخرين، نروحوا نشاطات كما نقولوا خارج الولايه كما كان الحال. درنا كما نقول يعني دورات خارج الولايه. يعطيك الصحه خارج الولايه. وما تفكرنا نقولوا لا، قلنا نروحوا بعيد شويه، على ما نروحوش كما نقولوا نديروا نشاطات كما نقولوا في خارج الوطن. على ما جاتنا فكره وحبينا نشاركوا في هذه المنافسه، بعثنا لهم كما نقولوا عن طريق اصدقاء منا، رجعونا بالاجابه وقالوا لنا اعطونا الدعوه. الدعوه العمليه فات جاتنا في 2013 في شهر 2023 جاتنا الدعوه وقلنا على ما نشاركوش. في شهر جويليا رحنا شاركنا، قلنا حتى ولو ما نتوجوش بالكاس ولا ما نقول احنا المهم مشاركه. هي اخذ الخبره الميدانيه خارج الوطن، ايضا الاحتكاك بالفرق الاخرى من مختلف البلدان، يعني المشاركه كانت ليست فقط اوروبيه وانما دوليه لربما. دوليه، كانت دوليه هذيك المنافسه احنا لاول مره، كانت تجربه. قلنا نروحوا نشاركوا وشفنا هذه المنافسه كما نقولوا الالعاب العالميه في باريس اللي شاركوا فيها عده فرق معروفه وفي عده بلدان. ما تنساوش فريق بوكا جينيور البرازيلي، ارجنتيني، بوكا جينيور الارجنتيني، وشاركوا فيها ثاني فرق برازيليه، ثاني فرق مدارس برازيليه، مدارس بلجيكيه، مدارس المانيه، كاين مدرسه ثاني الفرنسيه اللي حنا ما تنساوش باللي كنا نتبعوا معروفه المدارس الفرنسيه خزان المواهب الاوروبيه. بارك الله فيك. هاد المدارس الفرنسيه كما نقولوا صدقني ربحناهم كامل، ربحناهم كامل. اربع مدارس فرنسيه خرجوا لنا في الجروب، فزنا عليهم، وهذه بفضل الله وبفضل كما نقولوا مجهودات تاع اللاعبين اللي دخلوا كما نقولوا. راكم شفتوا بالك تكلموا علينا صحف الفرنسيه وقال لك حراره تاع هذوك الاطفال هذوك ما شفناهاش في الفرق الاخرى. شفنا حتى الاحتفالات تاعهم بالتتويج باللقب، يعني تعكس الحراره وال يعني انفعال تاع اللاعبين، الاحتفالات بالاعلام الوطنيه في باريس، يعني تحس باللي اللاعبين ماشي اقل من 13 سنه، عندهم روح الوطنيه هذيك وعندهم الرغبه في تحقيق الفوز رغم انهم يعني صغار في السن، ولكن رفعوا التحدي خارج الوطن. شوف حقيقه اخي كاين واحد الكلمه نقولها لك، صدقني احنا في التكوين تاعنا، في التكوين في التدريبي، والله غير نخلقوا نزرعوا للطفل هذاك حب الوطن. كي يكون صغير ديجا كي يدخل نعلمو له الاعلام، راك تلعب على الاعلام، راك تلعب على هكذا، تشرف بلادك، تشرف هكذا، تسمى من الصغر ديجا احنا ديجا هذا هو الاختصاص تاعنا. بالاضافه الى تعلم ابجديات كره القدم التي تبقى اساسيه خاصه لدى الفئات الشبانيه، ايضا اللاعب الاكاديمي، احترام المنافس، احترام المدرب، احترام الحكم، لربما كلها ضوابط اللي تعملوا عليها في الجانب التكويني اللي يبقى مهم لدى الطفل. بارك الله فيك. هذه هي احنا نشوفوا لاعبين يعني عنده الموهبه ولكن ماشي يجري الكارير تاعو، ماشي يتعامل مع الحكم، هذا كله راجع الى نقص التكوين في خاصه في الفئات الشبانيه، يدخل مباشره يلعب مينيم كادي جونيور يلحق الاكابر، ولكن تبقى نقصاته هذيك التكوين القاعدي اللي يبقى مهم ومهم جدا. احنا الهدف تاعنا قلت لك الهدف تاعنا هو كما نقولوا التكوين القاعدي، نبازيو عليه منذ الصغر. الولد كي يزاد يعرف منذ الصغر، كي يكون زعما في ليكول في لينيسياسيون كما نقولوا، كي يكون في الفئات الشبانيه الصغيره اللي نقول لهم احنا الكتاكيت، عنده حاجه واحده يتعلمها هي احنا ديجا الشعار تاعنا ما نبدلوهش، الرياضه تربيه واخلاق، هذا هو الشعار تاعنا. كي ندخلوا الرياضه تربيه واخلاق، وحنا الجانب التوعوي خاصه الجانب التوعوي، كي تربي الولد من صغره تعلم له بلي راك تلعب منافسه هذه شريفه، يخلص الماتش سلام عليكم روح رياضي، هذه روح رياضي يعطيك الصحه، تكون عندك حراره داخل الميدان، اخدم كيما تحب. شوف كيما نقولوا هذيك كيما احنا بالعاميه طيح قلبك في التيران،
باش تفوز، نعلموه روح المنافسه تاع الفوز باش يفوز. أكيد. ولكن روح رياضيه هي. نعود للحديث يعني قبل ما نتحدثوا على جانب التكوين والجانب التوعوي، نعود نتكلموا على المنافسه اللي هي باري وورلد جيم اللي توجتوا باللقب الموسم الماضي، نحكوا على المباراه النهائيه يعني كيفاش حتى وصلتوا الى النهائي، الفريق اللي واجهته من اوروبا الشرقيه يعني مدارس كرويه معروفه هناك في اوروبا الشرقيه، ولكن المدرسه الجزائريه كان عندها كلام اخر، قدرتوا تشرفوا الرايه الوطنيه بلاعبين يعني صغار في السن ولكن شفناهم في المباراه النهائيه تالقوا ملاح. شوف اخي، كاين حاجه نتفكروها، بلي العام اللي فات حنا كي بدينا المنافسه بديناها بانهزام، انهزام مع فريق اللي طحنا معاه لا فينال، اللي طحنا معاه في النهائي بصرابي هذه، وهذا علاش انهزمنا. نقول لك علاه انهزمنا، خاطرش حنا كيما نقولوا لا بريمير فوا، كي دخلنا حنا للاستاد، كي دخلوا على حسب اونطريون كان يحكي لنا، كي دخلنا حنا للاستاد الوغ كو ايزون في لو تور، الدراري مساكن عياو، دخلنا باسكو لا بريمير فوا، حنا لوتيل قدامنا، درنا التور، درنا كامل مساكن، تعبوا دراري هذاك النهار، هذاك طاحوا مساكن، عباك خرجوا من الاستاد تعبانين هما باش يروحوا للوتيل، مشاو واحد 2 كيلومتر ولا الاخر طاحوا دخلوا الاوتيل مساكن عياو، غد من ذاك كان عندهم ماتش مع بصرابيا هذه اللي ربحناهم. نهزموا وحنا كي شفنا قلنا لهم معليش، قلنا لهم حنا المهم دوزيام ماتش في دوري المجموعات، مازال في المجموعات، قلنا لهم اللي ما فيش مشكل، قلنا ان شاء الله تعاودوا تراطرابيو لو ماتش بروشان، كيما كان الحال داروا القلب وربحوا دوزيام ماتش، ربحوا مع سانتيتيان، فريق تاع سانتيتيان ربحوا، وكيف كيف ثروزيام ماتش كيف كيف ربحوه، وتوجنا كيما قلت رحنا للدومي فينال الكارت فينال، كيف كيف كارت فينال ربحناهم، ربحنا فريق في ليون اقل، ودومي فينال لحقنا لا فينال معاه اللي انهزمنا معاه هو فريق بصرافيا، وعطينا كيما قلوا هذيك تاع توجنا بنتيجه ثقيله 9-2 اللي احنا ما تصورناش هذيك. اكيد نتيجه كبيره امام اهم المدارس الكرويه في اوروبا وفي العالم. نشوفوا ايضا لربما صور احتفالات في قلب باريس، نستمعوا ايضا نشوفوا هذه الصور ولا نعود. مكتوبة في ورقة حياتي مغلقة بالتالت ملوليش، خلوني نلقى أنا الفرقة اللي تقاسمني التشويش، لمسة غير لاحقة لا ما تشقى بالهدرة ما تعاطي. شاهدناها يعني احتفالات في قلب باريس، يعني تبدا الكارير كما يقولوا تبدا الجانب التكويني تاعك بدوره في خارج الوطن في باريس امام المدارس الكرويه، ربما تكون بوابه باش يكون هذاك الطفل عنده الحافز باش يواصل ويحب كره القدم ويحب يوصل الى ابعد نقطه. اكيد كيما نقولوا هذا احنا كيما نقولوا هذا هو المشروع تاعنا، هذا هو الهدف، المشروع تاعنا هو التكويني، ولكن نعطوا الحافز للطفل هذا باش يكون عنده تجربه في هذا كيما نقولوا يكون في الصغر ديجا في ليكول، في ليكول يتعلم حاجه، يتعلم المسؤوليه، يتعلم يكون مسؤول، يتعلم يكون يحب المنافسه، هاد الامور هادو يوصلوه، يقدر يوصلوا غدوه يكون كادر في كره القدم. ربما اهم شيء هو الرغبه في الوصول. انا نشوف اللاعبين يعني عندهم امكانيات رهيبه بالقدم، ولكن تشوفوا بلي ما عندوش الرغبه في اللاعب، يعني ما يحبش يربح، ما عندوش هذيك النزعه، ولكن لما تشوف واحد خرج من الاكاديميات تلقاه يحب يوصل الى ابعد نقطه، يحب يحترف، يحب يربح، يحب تلقاه عنده هذيك لا كومباتيفيتي في الميدان. ايه المشكل، احنا المشكل اللاعب، مشكل خاصه مشكل اللاعب الجزائري، مشكل ذهني، نقولوها بكل صراحه، ذهنيات هي الاهم، ذهنيات يعطيك الصح، ذهنيات الانسان هذا نقول لك في التكوين، خاطرش ماهوش مكون مليح، كي يكون الطفل مكون مليح من صغره، احنا صدقني تشوف الاطفال كان عندنا اطفال من تيبو تقول صغير 12 سنه تسيبو تقول عنده 20 سنه،
صح والله ماشي حقيقة. علاش تكون هذا الطفل او تكون وتكون صغره، قلت لك يعرف المسؤولية. احنا الدراري صغار يخرجوا معنا يروحوا لتونس في عمر 6 سنين، ويعرف يخدم لافاليز ديالو، يعرف يخدم الفراش تاعو، يعرف الاخر صافي بليزير. هادو حقيقة احنا تانيك نشكر الاولياء، اولياء تانيك عندهم دور اكيد يعني الدور، ولكن يقعدوا معنا يوقفوا معنا. كاين بعض الاولياء يتبعوا اولادهم، كاين بعض الاولياء يخرجوا معنا كيما دورت فرنسا، خرجوا اولياء وصافي بليزير. كاين اللي يحب ينفيستي على وليده، هذه هي يقول لك انا وليدي باش ننفيستي عليه باش يخرج خدوه مخدوه لاعب تاع الصحه كيما نقولوا. وخير مثال على الاكاديميات في الجزائر والاحتراف، احتراف اللاعبين، اكاديميه بارادو اللي تبقى دائما الاكاديميه اللي كل الاكاديميات يعني تحب تسير بنفس الخطى. وشفنا اللاعبين تاع نادي بارادو هما اللاعبين اللي وصلوا للمنتخب الوطني، لعبوا في اكبر الانديه، ربما هذا يمثل حافز لكم والاولياء والابناء ايضا. صح، هذه كما نقولوا احنا كما نقولوا اول مدرسه اللي كما نقولوا نفتخروا بها وهي مدرسه بارادو. نقولها بكل صراحه من هذا المنبر، التكوين تاعهم قاعدي، التكوين تاعهم عندهم كما نقول احنا. وما تنساوش بلي مهاد نادي مولات الابيار العام اللي فات راحوا لنا 4 بارادو باش يكون على بالكم، دخلوا ليكول تاع نعم. وبالحديث عن التكوين وعن نادي بارادو، تحدثوا على الامكانيات، ربما العائق الكبير اللي تواجهوه انتم الامكانيات، يعني المشاركه في دورات هذه خاصه تربصات خارج الوطن، دورات خارج الوطن تبقى مكلفه، والامكانيات اللي يملكها النادي تبقى متواضعة. على ربما شحال من النادي كاين في النادي في بلدية الأبيار؟ كما نقولوا النوادي اللي كاين والجمعيات الرياضية، الجمعيات الرياضية كاينة في النادي في بلدية الأبيار، بالك هي تتحدى كما نقولوا تجاوز 8 ولا 10 مدارس. واش نقول لكم، تقدروا تشوفوا الخدمه اللي نخدموها احنا ما نقولوش النشاط انا نديروا فيه، ولكن انت تخيل بلي فريق يمثل وجامع مدينه الابيار ويفوز بكاس العالم للانديه 2023، وهذا شرف لمدينه الابيار والعاصمه والجزائر، وكما نقولوا على الجزائر كما نقولوا ب 58 ولايه. ما عندوش ملعب، احنا ما عندناش ملعب، احنا ما عندناش ما با كرينو، كرينو عندنا دو كري تروا كرينو في لاس اومان، هذا تروا كرينو ما قدروش يلعبوا قليل صح. جدا وبالك سقسيها كيما نقول الناس اللي كيما نقولوا تعرف كرة القدم، كرة القدم ما تلعبش في ملعب صغير، تسمى احنا نهار كامل كيما قلنا في لي 6 هذوك تاع ستاد صغير ما تقدرش تطبق امكانيات كرة القدم. بارك الله فيك. وزيد ملاعب تسيب يوم الجمعه 20 اكاديميه داخل الملعب كبير، ما كاش وين ميم با دير اون باس مع الاولاد. وهناك جمعيات يعني لا نتحدث فقط عن بلديه الابيار، يعني في كل الوطن، وهو مشكل جمعيات يعني تنشا من اجل الاستفاده من اعانه البلديه واعانه الوزاره وفقط، يعني النشاط تاعهم يبقى ينحصر على تدريبات، المشاركه في دورات صغيره منا. ما نشوفوش الامكانيات على ارض الواقع، لا كرات مليحه لا امكانيات، يعني لربما هذا ما يعيق الانديه التي والجمعيات التي ترغب في يعني تطوير نشاطها حتى وليت تلجؤ لربما للمشاركه في دورات دوليه لاولياء التلاميذ باش تقدروا تشاركوا في هذه الدورات. صح حقيقه هذا هو العائق المادي اللي راهي تعاني منه الجمعيه الرياضيه لنادي مودة الابيار. هاد المشاركه هادو نشاركوهم بفضل كما يقولوا المساهمه تاع الاولياء، هما لم يساهموا 100%، هما اللي يساهموا باش الطفل تاعهم ولا اللاعب تاعنا اللي يروح خارج الوطن. وكذلك كاين مشكل العائق الكبير اللي هو احنا لي سبونسور تاعنا، لي سبونسور احنا ما عندناش ما كيما نقولوا ما كاش لو سبونسور، باسكو حنا في الدوره تاع باريس 2023 ربما كل فرق
واحد عنده كيما نقولوا اورانج، واحد داير كارفور، واحد داير في اللباس تاعهم، الا مدير نادي مولد الابيار اللي عنده لوغو تاعو الاصلي وعنده علم الجزائر. ما هذا وجهه كيما نقولوا احنا مثلنا بدرابو الاخر، لو كان عندنا سبونسور عاوننا والاخر تكون كيما نقولوا احنا ما نحرموش نتائج احسن ومشاركات في دوره، ما نحرموش هذاك الطفل اللي عنده امكانيات وموهبه وباباه ما عندوش كيما نقولوا اكيد هناك مواهب يعني ما يقدرش عندوش لي موهبه باش يبعث وليده 20 مليون تكلفه تاع البي والفواياج كومبلي كيما نقولوا المشاركه سكنتنا 20 مليون سنتيم. 20 مليون سنتيم انا حقيقه كاين ناس اللي ما تقدرلهاش. اكيد هو مبلغ يعتبر مبلغ يعني مهم في الجزائر. وحرمت باش يشارك طفل صغير، طفل تسمى اللي عنده موهبه بالك كانوا ثلاثه ولا اربعه حرمناهم من المشاركه. وهذا ما كيما نقولوا واش نطلبوا من السلطات كيما نقولوا المعنيه وكذلك الوزاره، خاصه الوزاره تراقب هذه الجمعيات. انا كيما نقولوا كمسؤول تاع نادي يبداو فيكم يبداو فينا، راقبونا واش رانا نديروا النشاط، راقبونا ارواح وبعثوا لنا ناس يراقبونا يشوفوا النشاطات تاعنا هادو واش رانا نديروا في عام وفي عام، وشوفوا اسكو هذا الفريق ولا هذا النادي يستاهل الدعم باش الدعم ولا لا. يعطيك الصحه، انا ماذا بيا تراقبني، اروح راقبني، بعت لي مراقبين، والله ما نمد لك دراهم هكذا برك، راك فاهم. انا نشوفوا جمعيات راهي تدي ب 400 مليون 500 مليون ما يديروا اي نشاط، كيما والله غير انا نشوفوهم غير كيما نقولوا متاسفين على يعني هذه الوضعيه اللي رانا فيها. وحنا كنادي رانا نعانيو ما نكذبش على حقيقة، نعانيو ماديا، رانا نعانيو كيما نقولوا احنا رانا نديرو في لي كوتيزاسيون، حنا كيما نقولوا لي كوتيزاسيون هكذا باش نبارتيسيبيو في هاد الدورات، باش نبارتيسيبيو في الدورات ثاني في تونس في خارج الجزائر ومنه. وهذه كيما نقولوا المشكل العائق الكبير اللي رانا نعانيو فيها. نعم، نبقى في جانب تكويني، ولكن ما هي الفئات التي اللي تركزوا عليها؟ ما هي الفئات اللي تنطلقوا فيها من المدرسه تاعكم؟ اسكو راكم عاولين تزيدوا تطوروا النشاط تاعكم من ناحيه التكوين، زياده عدد الفئات الشبانيه؟ نعم، احنا كما نقولوا احنا رانا دوك الان كما نقولوا رانا احنا نكونوا اطفال، نكونوا كما نقولوا منحصرين كما نقولوا احنا اطفال اللي نكونوا فيهم الفئات الشبانيه 2016 اللي بداو هذوكم 2016 و2017 وعندنا كتاكيت هادو فريق الكتاكيت، وعندنا 2014 لي موان هادوك 2014 و2013، وعندنا 2015 و2011 و2012. موراها يطلع مينيم حنا ماذا بينا تكون كيما نقولوا خزان كيما هادو البراعم والكتاكيت اللي يبداو يعني الالتحاق بالنادي بدون شروط. التحق بالنادي بدون شروط، يعطيك الصحة بارك الله فيك. فقط المشاركة التحقوا المشاركة في يلحقوا 2011 و2012 حنا نبداو نسيليكسيونيو نخرجوا كيما نقولوا الثمرات تاع العامل تاع خمس سنين نخرجوا ابرز المواهب يعني ابرز المواهب نقدموهم. اول كيما نقولوا فريق اللي نعطوه هو كيما نقولوا من هذا المنبر ما ننساوش نهنيو في نادي كيما نقولوا شبيبة الابيار الصعود يعطيك الصحه شباب الابيار منه. وحنا ماذا بينا نمدوا مدينه الابيار او كما نقولوا لا بريوريتي تاعنا احنا هاد الجمعيات اللي تكونوا في البيار، هاد الجمعيات اللي يدعموا الفريق الاول في بارك الله في الفريق الاول اللي ندعمه هو شباب الابيار يدخل هاد الاول تاعنا يدخل مينيم ويبدا يخدم على البيار ان شاء الله، ولما لا نشوفوا شباب الابيار في القسم الاول الاحترافي. أكيد إن شاء الله نشوفوا فريق شبيبة الأبيار في أقسام أخرى، ونشوفوا أيضا فريق مولودة الأبيار يعني في يزيد يطور النشاط تاعو في الجانب التكويني، ولما لا أيضا دخول في يعني لي كاتيجوري الأخرين تاع كادي جونيور سينيور. احنا ان شاء الله فكره مليحه هذه على احنا ماذا بينا ندخلوا حتى الون تيرم ومنه ما تنساوش اول مره احنا دخلنا لا ليغ هذا العام، رانا انا افيلي لا ليغ تاع الجزائر العاصمه، وكانت عندهم تجربه الاطفال العام اللي فات ما خدمناهاش، هذا العام دخلنا لا ليغ اول مره منذ 2015 رانا في لا ليغ تاع الجي، وان شاء الله ولي ما لا ندخلوا في كما نقولوا في
كما نقول في نشرات واحد اخرى من فهمت هذه. ان شاء الله وقت البرنامج ضيق وصلنا الى النهايه، كلمه اخيره لربما نحيو ايضا ولا نسيت انت راح نحيو مدرب والطفل اللي رافق كل يوم معنا هنا في قناه سالم. صعب بارك الله فيكم على كل حال المدربين، ونشكر كما نقولوا كامل اعضاء نادي مدة الابيار العمل الجبار اللي قاموا به، ونقول لكم بكل صراحه اعضاء تاع نادي مدة الابيار حقيقه والله خدموا عام كما نقولوا شاق هذا العام، وكامل كامل الاعوام كما نقول اللي بداوا، وهذا العام خصيصا هذا العام خدمنا نشاطات واش نقول لك ما حبيناش نعياو ما كملناش من نوفمبر وحنا نجبدوا كما نقول هذا المنبر نشكرهم كامل وعلى راسهم رئيس الجمعيه السيد فضيل خيشان والمكلف ب كما نقولوا بالفئات الشبانيه لو سعيد والاخ ناصري مصطفى اللي هادو تعبوا معنا، والمدربين عبد النور رباعي، وما نساوش رضا هو اللي متكفل بشوفات الشبانيه ما قلناوش رضا. هاد الفريق هادو كيما نقول الاعضاء هادو كيما نقول الاعضاء كامل خدموا تعبوا، واش نقول لكم ان شاء الله حنايا ماذا بينا نكملوا في هذه المسيره هذه، وان شاء الله كيما نقولوا في التكوين نروحوا للبعيد ان شاء الله، نروحوا لليمينيم وليمينيم نروحوا لكادي ونروحوا ان شاء الله حتى بتات لي جينيور ومنها هذه هي باذن الله. وان شاء الله الحفاظ على اللقب اللي حققتوه الموسم الماضي في دورة باريس للألعاب للألعاب الدولية. إذا مشاهدينا بهذا وصلنا إلى نهاية برنامج المرمى لعدد اليوم، كان نقاش شيق وحديث عن الفئات الشبانية والتكوين والمشاركات المشرفة داخل وخارج الوطن. سي حسان موسوس شكرا لك على تلبية الدعوة وهذا النقاش الشيق في البرنامج. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم، وكما نقولوا أغتنم الفرصة لأشكر مدير القناة السيد مرزوقي اللي كان اللي كما نقولوا قناة السلام فتحت لنا دائما الأبواب، وكما نقولوا راهي كما نقولوا تطلب فئة شبانية، وكما هذه هي ماذا بينا حنايا كل الصحافة تمشي وراء هذا كما نقول. وان شاء الله موسم الاصطياف راح يكون فرصه باش نتحدثوا اكثر عن الفئه الشبانيه ليس فقط نادي الابيار ولكن كافه التراب الوطني، نمنح الفرصه للجميع. اذا مشاهدينا وصلنا الى نهايه عدد اليوم من برنامج في المرمى، شكرا لكم على حسن المتابعه، دمتم والى اللقاء.